البحرين حققت الفوز، الإمارات حققت الفوز من المنتخبات العربية، والعراق أيضا حققت الفوز، وبقية المنتخبات العربية تعثرت. الفوز القوي كان للبحرين وللإمارات اليوم. سالم جوهر كابتن تاريخي لنادي العين، حياك الله كابتن. يا مرحبا. توقعت الإمارات تفوز؟ والله صراحة لا. شوف نحن مش عشان يعني لا شوف خارج الديار؟ لا مش عشان خارج الديار. أي. أنت استعدادك مفروض يكون أكثر واضحية في خياراتك، من المفروض يكون موجود. أنت اليوم عندك سلطان عادل مش موجود كراس حربة، يعني هو يعتبر الهداف بعد علي مبخوت. عدم اختيارك علي مبخوت، ما تعرف الاستراتيجية. لعيب ثلاثة زيادة لعب الفريق، ما اختلفنا. لعب الفريق، لعب اليوم الفريق الشوط الثاني، لعب مباراة حلوة. أنا وياك مش صاير فيكم الفترة الأخيرة، العين والمنتخب كذا تولعون فجأة، شو السر؟ والله طال عمرك عندنا خلطه سريه كذي مخلينا حق الهلال والنصر وهذا، بس نحن اليوم مخلينا والله كابتن يعني في شيء، في سر خطير والله يعني. شوف تولعون كذا فجاه كذا وش صاير؟ قل لنا. انا صراحه ما نعرفه، في اشياء تحت الكواليس هاي غير. لكن نحن اليوم حتى نحن يعني كشارع رياضي ما الكل مو متفائل مو متوقع، خلنا نقول صراحه يعني مو متوقع بس متفائل. اليوم انت تروح تجيب نتيجه، مثلا على سبيل المثال انك تتعادل في ارض قطر مثلا، تعتبر نتيجه ايجابيه بموجب قلت لك انا عدم الاعداد الصحيح في ولانك تقابل بطل اسيا مرتين متتاليه. ايوه هذا كلام زائد. جيل كبير وخطير للمنتخب القطري الجيل الحالي، صحيح، وكعبه عالي الفتره اللي طافت خاصه على المنتخب الامارات اخر 7 سنين. فهذا الكلام اللي هو احنا ما كنا متفائلين، لكن اليوم الشوط الثاني فعلا صار كأنه الشباب بدأ تغيير صراحة. لعبوا مباراة جميلة جدا وقدروا يسجلون 3 أهداف. هذه الإمارات تفتح طريق جيد لمسارها في التصفيات. والله يشوف أنت اليوم متى ما أعطيت، متى ما أثبت نفسك ممكن توصل لقدام. المباراة الجاية هي بعد أكثر قوة بس على أرضك، ما عليه حتى داخل أرضك لازم أنت تلعب لي بتركيز بعقل. ما ادري اشوفها السنه سنه كسر العقد في الكره الاماراتيه. والله نتمنى ذلك. كسرت عقده كاس اسيا اللي كانت منتخب من فرق اماراتيه توصل نهائي نصف نهائي دائما تطلع، جبتوا كاس اسيا. هالسنه كسرتوا عقده المنتخب القطري اللي لكم من 2014، صحيح، ما فزتوا عليهم. نعم كسرتوا العقده. ايران عندكم عقده وبتلعبون معها الجوله الثانيه. بنكسر العقده، نكسرها، وخاصه اذا في خاصه في استاد هزاع. ايه نكسر اي شيء. تلسن علي انت عشان الحين. طيب يلا معليش.